لك انت شايف انت الامور هتمشي ازاي بالنسبه لك؟ قلت لي انه حاطط عينك على النادي الاهلي، طب الاحتياجات الفنيه للنادي الاهلي هتشوفها ازاي؟ انت لسه دلوقتي بنتكلم علي معلول تالق لافت للنظر. ده حقيقة. شايف ازاي رجوعك للنادي الاهلي؟ ما مش هقدر احكم دلوقتي يا ابراهيم، انا هرجع النادي، انا راجل مثلا عارضي خلصت بحترم النادي وهرجع النادي بتاعي. مثلا هشوف النادي الاهلي هتقاتل على فرصتك يعني ولا مش قصه هقاتل على فرصتي ولا لا؟ طبعا مش ان انا هرجع النادي خلصت عرضي يا يعني جماعه انا عرضي خلصت مثلا النادي، انتوا حابين ان انا اكمل؟ طبعا مش هقول لهم لا يعني، فاهم؟ مش هقول للنادي لا، مستحيل اقول لهم لا. لا انا شايفك انك تكمل اعاره دي حاجه كويسه ليا، طب ماشي اكمل اعاره، مفيش اي مشكله. اللي هو مثلا اللي هرجع اقاتل اكيد انا طول ما انا تكمل اعرف الاتفاق ولا هيبقى ولا عندك عروض تانية؟ انت عندك عروض اصلا في بصراحه في عرض عرضين بس هو دلوقتي مش قصه انك السعوديه ولا لا السعوديه، في السعوديه فان انا مثلا اكمل في لا هو في عرض هيتبعت على النادي على طول، هيتبعت على النادي حتى لو من دلوقتي هيتبعت على النادي، هو خلاص لو دلوقتي الدوري بيخلص يعني ما فيش وقت يعني، ما فيش وقت. كل معظم الانديه هناك دلوقتي جابت لعيبه وجابت للموسم الجديد. في ناس جابت الموسم الجديد. بتكلم بجد؟ والله الفرق كبيرة في 6 ماتشات. ايوه جابت موسم جديد يعني، وبتعاقدوا مع اللعيبه اللي في الفرقه يعني. احنا عندنا في ثلاثه تعاقدوا معاهم، ثلاثه مبولحي الجون اتعاقد معاه الاتفاق كان بقاله سنه، راح ممضيه 3 سنين. معانا في الفرقه لاعب تاني مضيينه 3 سنين. لا طبعا 6 ماتشات ابراهيم والدوري هيخلص خلاص، فكله بيشتغل من فكله دلوقتي. بيلحق بقى لو في صفقه سوبر بالنسبه له او في لاعب مهم هيجيبه على طول. انت عندك ايه عروض من انديه الوسط ولا من انديه القمه ولا؟ هو في واحد من القمه وفي واحد في الوسط بصراحه، بس ولا اقدر اعمل اي حاجه، كله ده ولا الهوا ولا بالنسبه لك ترجع الاهلي وبعد الاهلي هو ياخد اصلا مش هعمل حاجه. هو انا مثلا ما يجي نادي اتفاوض معايا النهارده مثلا قال لي انت احنا عايزينك، اقول له طب يلا نمضي مثلا خلاص. لا انا مش فري يعني عشان اعمل كده. متواصل مع الناس في النادي الاهلي ولا مش متواصل؟ انا بروح قلت لهم النادي اول امبارح، رحت لهم اول امبارح. بروح بقعد معاهم وبتكلم معاهم دايما، اكلم هاني، هاني دايما بكلمه، من اكتر ناس بكلمه هاني وهشام محمد، دايما اتصل بيهم دايما. ابن حلال قوي هاني ده، وهشام ده نفس القصه صحيح. هاني ده بجد هو اكتر من اخ يعني بجد، لان هو لاعب عارف انت لعيبه الكره الصايعه مثلا وكده. هاني وهشام محمد بالذات لا مفيش حاجه تحس ان واحد مثلا مهندس واحد دكتور مثلا. والله بجد لا طيبين بزياده. اللي انا فاهم على فكره انت بتتكلم انت في ايه، انت اكيد فاهمني بالظبط، لكن انت عارف لعيب الكوره، لكن لا دول غير غير لعيبه الكوره بصراحه. محترمين يا ابراهيم وفي حالهم و انت مش هقدر اقول للناس لعيب الكوره عامل ازاي. لا هم صعب يا عم، مفيش نفسانه وهادين وطيبين وهادين وفي حالهم بتوع كوره بس وبيلعبوا ماتشات. وتريزيجيه ده بيكلمني دايما كل ماتش بيعمل جون عمل اسيست بيبعتوه على الواتساب. والله والله يعني شايف تريزيجيه يعني بصراحه يعني يستحق دوري اكتر من كده، احسن من كده امانه يعني. طبعا والله يا جماعه، والله يا ابراهيم انت مش مصدق، والله تريزيجيه كان السنه كان راح الانتر وقعد معاهم، راح الانتر وقعد معاهم. والله راح الانتر، انا هو ما زعلتش مني والله، راح انتر ميلان وسافر ايطاليا هو واخوه قعد معاهم وخلص كل حاجه، بس كان في كانت مشكله ان النادي بتاعهم ميت عليه مش عايز يسيبه. وكان يا اخي ده انت بص، انت المفروض ان انت تقول لي خبر دلوقتي ده في خبر حصري يبسطني، انت حزنتني. هبقى اقول لك خبر تاني. والله العظيم كان راح انتر ميلان. طبعا كنت هتلاقي الاعلام تريزيجيه وهو مش زي ما الناس بتقول هو مش واخد حقه فعلا. لكن والله راح وسافر ايطاليا وقعد مع هو واخوه والايجنت بتاعه وقعد واتفق على كل حاجه وخلص كل حاجه، بس النادي بتاعه مش راضي يسيب. يا رب يكرمه ان شاء الله باذن الله السنه دي يا رب. يعني هو يستاهل بصراحه. لا لعيب مجتهد، لعيب متكامل، لعيب متكامل ما شاء الله عليه. ودايما مثلا عموما تلاقي احنا كان عندنا دايما في كنت عاوز كان انا ورمضان وهاني وسعد وكان وقت تريزيجيه كلنا قاعدين مثلا. عارف انت الكلام يقول لك ليس عن الانسان ان مش عارف انت الكلام هو عايش على الكلام ده. كنا بنقعد نتريق عليه. اي يقعد نقعد نتريق عليه. حارب لاجل مش عارف ايه. حارب لاجل المستقبل. نقعد نتريق عليه. صاحب الماضي ليس له مش عارف كنا ايه. الكلام العميق ده. نقعد نهزر نحاول ننزل صوره ويكتب. ما صلاح برضه احيانا كان بيصطادوا يعني. وعلى الواتساب مثلا. عارف انت الستس على الواتساب يكتب الكلام ده. واحنا نقعد نضحك وفعلا هو شوف بقى فين دلوقتي. وصل للي هو عايزه. وصل ولسه ما وصلش للي عايزه. ان شاء الله لان هو يستاهل بصراحه. بيستاهل كل خير يعني بجد يعني بدون مبالغه، هو من الناس اللي تستاهل كل خير يا ابراهيم. وما تعرفش من يعني في الحياه العاديه بيبقى عامل ازاي. طيب هو انا عمل معايا حلقه عمل معايا مش والله العظيم بطيبه. لا بجد والله ده حقيقه. عمل معايا حلقه والله بص من
احلى الحلقات اللي انا عملتها مع حدها يعني. طيب طيب وبص وكلامه عن اسرته وعن والدته وعن ويرحمه والده ده حقيقة ابن شقة يعني. أيوة. شقي يعني اللي هو فعلا شقي، فربنا ما بيكافئش غير المجتهد واللي تعب اصل ربنا مش هيديله اللي هو فيه ده يعني كان قاعد مثلا فخد مثلا. لا طبعا اكيد تعب وضحى بحاجات كتير قوي، هو من انسان اللي بيحب يضحي مثلا يعني مثلا تعب نروح ناكل، لا انا الساعه مثلا 9 10 اروح انام. وده في الاهلي يروح يمشي ما يروح يروح ينام، هو كده دايما، هو كده دايما لحد دلوقتي. احساسك ايه برضو واحنا في الدوري وفي الدوري السعودي في اسماء كتير سواء لعيبه واخيرا كمان